أبي أغرب سؤال وصل لك. واحد دق لي قال لي شيخ أنا عندي سؤال. قلت له تفضل. قال أنا مرة قاعد بالدوانية مع أبوي زين، والتفت عليه كذي طالعته، هو سرحان مو صوبي، يقول طالعته كذي قلت بس هذا مسيح الدجال. الله أكبر. لحظة شو تسوي أنت؟ قال والله أبوي المسيح الدجال. الله أكبر. يقول ما يصلي ولا يصوم ولسانه بذي وعينه مبطة واحدة منهم زي مركب زجاجة وهذه عين الباقية. قلت والله المسيح الدجال. يصير أقتله. قلت لحظة اشتقتله لحظة لا فاتس وفاتس ريد شوي شو ستة ويودا قاعد تلفون يا حزن يا حجي. فقال يصير أقتله. أنا حاس أنه هو المسيح الدجال. لا 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 قل لا كنت شوي شرك أنت واتق الله مو المسيح الدجال.